سعادتي. مساء الخير على حضراتكم، حلقه جديده من برنامج السادسه. كلام كتير قوي في حلقه النهارده عن طبعا مباراه بكره واخر استعدادات الفريق طبعا والجهاز الفني للمباراه، مباراه الانتاج الحربي، مباراه مهمه جدا. اي مباراه لينا في الدوري، في افريقيا، فأي بطولة أيا كانت طبعا تبقى مهمة، وخصوصا الفترة دي إن احنا بنستعد كويس قوي للسوبر الإفريقي والكاس العالم للأندية. لازم كل اللعيبة تكون في التوب فورم أو في أحسن حالتها، وطبعا فيتسو موسيماني المدير الفني شغال على ده كويس جدا مع اللعيبة والجهاز الفني. عندنا كلام كتير قوي، لكن أحمد عنده حاجة مهمة طبعا عايز يقولها. طبعا عندنا كلام كتير. مساء الخير على حضراتكم طبعا في البداية، ومساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك. عندنا كلام كتير، خصوصا إنه يمكن ماتش الإنتاج الحربي، أتمنى إن شاء الله إنه يعني فرقتنا تقدم كرة حلوة وجمهور النادي الأهلي متشوق أن يشوف ماتش حلو، أداء ونتيجة وكل حاجة. بس قبل ما نتكلم على الإنتاج ونشوف استعداداتنا ونشوف تفكير مستر موسيماني في مباراة بكرة، احتمال تلاقوا تغييرات كتيرة في بعض المراكز من باب التجربة، ومن باب كمان أنه في بعض يعني اللعيبة من القوام الأساسي ممكن تكون غايبة. خليني بس أبتدي مع حضراتكم حلقة النهاردة بمقولة افتكرتها، يعني أجبرت على أن أنا يعني أنها تيجي في دماغي. مقولة لأينشتاين بيقول فيها أنه الغباء هو أن تقوم بنفس الفعل بنفس الأسلوب وبنفس الخطوات وأن تنتظر نتيجة مختلفة. ليه أنا افتكرت المقولة دي؟ لأنه الحقيقة نفس اللي كان بيحصل في بدايات السيزن اللي فات مع مستر فايلر بيتكرر بشكل كبير جدا مع مستر موسيماني. تفتح وتتابع سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو البرامج أو تناول الإعلام الرياضي لمستر موسيماني، تحس أن كل حاجة تمام جدا، كل حاجة مظبوطة جدا، والمشكلة الحقيقة موجودة في مستر موسيماني. حجم الحقيقة التربص والانتقادات اللي بيتعرض ليها الراجل، وبين قوسين كده أنا متأكد أن الراجل ما بيفكرش وما بيسمعش ومركز بس في شغله مع الفرقة، لكن يخليك تسأل ليه؟ يعني هل الساحة الرياضية في مصر عندنا خلصت منها كل المشكلات وجاوبنا على كل علامات الاستفهام، ومنها الحقيقة علامات استفهام كبيرة جدا واضحة وضوح الشمس؟ على سبيل المثال، رغم ان احنا يعني دايما ملتزمين بفكرة ان احنا ما بنتكلمش غير عن النادي الاهلي، لكن في فرق في الدوري المصري مثلا اتصرف عليها مليارات والنتيجة زيرو، بيج زيرو لغاية اللحظة دي. بالنسبة لكم في وسائل الاعلام الرياضي مش علامة استفهام تفكروا انكم تجاوبوا عليها؟ او فرق تانية كبيرة جدا وليها تاريخ وليها ظهير جماهيري وظهير اعلامي كبير جدا، ولم وعندها كتيبة كبيرة من النجوم ولم تحقق برضو أي شيء، دي مش علامة استفهام؟ نفس حالة الترصد والتربص اللي حصلت بمستر فايلر في بداية الموسم اللي فات بشوفها بتتكرر بشكل برضو يبدو أنه هو ممنهج مع مستر موسيماني في بداية السيزن ده، رغم الراجل حقيقة ماشي كويس جدا، وكلنا عارفين الظروف اللي تولى فيها مستر موسيماني المسؤولية، وعارفين قد إيه أنه نجح في لحظات يعني هي لحظات حرجة تولى فيها المسؤولية في نهاية مشوار صعب وطويل جدا مع قايمة طويلة جدا من الغيابات والإيقافات، وكان عنده أو كان مطالب بأنه هو يخوض مواجهات قويه جدا سواء في دوري الابطال او استكمال مشوار الاهلي في الدوري والكاس، والراجل مشي كويس جدا وفنش سيزون بثلاثيه والناس كلها اشادت بيه، وحتى بدايه السيزون ده حتى وان لم تكن على المستوى المامول بالنسبه لجماهير النادي الاهلي فهي مرضيه جدا على مستوى النتائج. يعني الراجل الحقيقه لغايه النهارده ما خسرش مباراه واحده مع النادي الاهلي. مش عارف ايه ممكن يكون مطلوب وايه ممكن يكون الهدف من وراء الشغل الممنهج. طبيعي جدا افهم انه المقصود من القصه دي كلها مش شخص مستر موسيماني، هو بالتاكيد المدير الفني للنادي الاهلي ايا كان اسمه، لانه مستر موسيماني لو كان بيدرب فرقه ثانيه ما اعتقدش انه كان واجه الهجوم الشديد الوابل الشديد من الهجوم ده في بدايه الموسم لو كان طبعا بيدرب فرقه ثانيه، لكن ما دام بيدرب الاهلي يبقى لابد ان كل المدافع تبقى مصوبه على الرجل. على كل الاحوال زي ما قلت في البدايه من الصعب جدا ان احنا نتخيل انه ده ممكن يؤدي لنتيجه تختلف على نتيجه السيزون اللي فات، واتفائل بده واعتبره كمان بشره خير. نتكلم على خليني اقول لك ان انا شايفه انه ده خلاص اتعودنا عليه يا احمد. يعني يمكن الموسم اللي فات اللي الاهلي كان مسيطر فيه بشكل كبير وحاسمين الدوري قبل النهايه بسبع اسابيع، وافريقيا برده كان في كميه حملات ممنهجه على النادي الاهلي، بس خلاص يعني احنا اتعودنا. يمكن انا شايفه الجانب الايجابي انه لو بنتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي جماهير الاهلي قد ايه في ظهر موسيماني وقد ايه في ظهر اللعيبه، قد ايه بيدعموهم كويس جدا او بطريقه كبيره ودايما هم في ظهر،
فيعني التانيين دول او اي حملات ممنهجه ولا تفرق معانا خلاص. النادي الاهلي كيان كبير وطبيعي ان اي حد كبير بيبقى فيه ناس بتترصد له على الاخطاء او عايزين يحاولوا يرجعوا الكيان ده لورا او ان هو يقع، وده عمره ما بيحصل وخلاص يعني. جربوا مره واثنين وثلاثه والنتيجه فشل يعني. النادي الاهلي اكبر من ده بكتير جدا، وهتلاقي جداً. بس الموضوع كمان مش في موسيماني، لازم هتلاقي كله طالع يقول لك ايه مجموعه الاهلي سهله جدا 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 في افريقيا، وانه دايما الاهلي مجموعاته سهله. امتى كان الاهلي كانت مجموعته سهله؟ بس ولا في اعتبار يا ساره مهم جدا، واعتقد يمكن لو الاوضاع مختلفه ما كانش ده كله ممكن يحصل، هي غياب الجماهير عن المدرجات. ده بيقول لك افتحوا لنا المدرجات فارق وانتوا تشوفوا بشكل كبير جدا، وفي اوقات كتير الحقيقه بحس انه ده يمكن بيستفز مشاعر جماهير النادي الاهلي بشكل كبير، وبتبقى بجد عايزه ترد. على كل الاحوال عندنا تفاصيل كتيره جدا على ماتش بكره واستعداد الاهلي ان شاء الله لماتش الانتاج الحربي هنتكلم فيها. خلينا بس نفكر حضراتكم بسؤالنا اللي مستمر لغايه بكره ان شاء الله، مين افضل لاعب في ماتش او افضل ثلاث لاعبين في مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا؟ في انتظار تصويت حضراتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل المختلفه، الفيسبوك والتويتر والانستجرام، وان شاء الله باذن الله يعني مع حلقتنا اللي جايه نعلم بقى ان شاء الله تصويت الجمهور راح لمين. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول. مرحبا بحضراتكم مره تانية، وكنت لسه بتكلم انا واحمد على طبعا مباراه الانتاج الحربي بكره، وبنحط التشكيله مع بعض تقريبا يا احمد. كنت بقول لك انه في اتجاه ان كهربا وقفشه طبعا يبداوا اساسي، وان ده ممكن يبقى افضل من مباراه سيراميكا. ما تقوليش قلت لي كل ده في الفاصل؟ لا ما حصلش. وطبعا بواليا كان في ان هو برده يبدا اساسي زي ما كان في مباراه سيراميكا. صحيح، والراجل مستقر على بواليا، منها يبتدي يبقى يعني ياخد مساحه ينسجم فيها اكتر مع الفرقه، وكمان يدي له حته يعني مهم جدا انه اللعيب في بدايه مشواره ياخد الثقه، يحس انه الجهاز واثق فيه، ويحس انه واخد فرصته بشكل كامل عشان تقدر تاخد احسن مردود. واعتقد مستر موسيماني هيعتمد عليه بكره بشكل اساسي. يمكن يكون التغيير الوحيد في سكواد بكره هو ايمن اشرف مكان علي معلول لو علي كده. معلول فعلا ما لحقش المباراه، وطبعا هو يعني بيخضع لفحص طبي. خلينا ندخل في اخبارنا واقول لحضراتكم ان الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الاهلي عقد اجتماع امبارح مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول الكره في حضور لجنه التخطيط، والكابتن سيد عبد الحفيظ كمان مدير جهاز الكره. الاجتماع شهد مناقشات كثيره بين رئيس النادي والمدير الفني، وخاصه يعني احتياجات الفريق في الفتره اللي جايه على كافة المستويات. وأكد الكابتن محمود الخطيب خلال الاجتماع على استمرار الدعم والمساندة الكاملة للفريق وجهازه الفني، وتوفير طبعا كل وسائل النجاح، والتأكيد على أن طموح الأهلي والمنتمين ليه مش بيتوقف أبدا عند تحقيق بطولة واحدة سواء كانت محلية أو قارية. أنا يعني بتهيألي طبعا كل ملفات فريق الكرة كانت مطروحة من وجهات النظر المختلفة، سواء من وجهة نظر الإدارة برئاسة كابتن خطيب، أو من وجهة نظر لجنة التخطيط، أو من وجهة نظر مستر موسيماني، والعين على الموسم الطويل. وأعتقد أنه المشوار الأصعب السنة دي بالنسبة لنا هو دوري أبطال أفريقيا. يعني يمكن بطولة طبعا كأس العالم للأندية بطولة مهمة جدا، ووحشتنا المشاركة فيها، وجماهير الأهلي مستنية تشوف فرقتها وهو بيلعب وهي بتلعب مع أكبر فرقة العالم. لكن المشوار الصعب لما تيجي تمسك ورقة وقلم، المشوار اللي هتشيل همه وتعمل حساباته وتفكر إزاي تبقى طول الوقت جاهز ليه ومستعد وفي احسن حال، هو مشوار دوري ابطال افريقيا، وبالتالي ده كان ليه النصيب الاعظم من اجتماع النهارده. خليني اطمن حضراتكم كمان، يمكن يعني النهارده الى حد كبير اطمنا على علي معلول، هو يمكن جات له اصابه بسيطه امبارح في تاتش، النهارده شارك في التمرين. النهارده الحقيقه الاهلي يعني اختتم استعداداته بقى لماتش الانتاج بكره ان شاء الله في الجوله السابعه والاسبوع السابع لدوري العام، والماتش هيكون على ملعب الاهلي والسلام، والماتش هيقام ان شاء الله باذن الله 7:30. نتمنى ان شاء الله نشوف عرض قوي من نجوم النادي الاهلي. زي ما قلنا لحضراتكم يمكن بيتسو موسيماني بيدرس ان هو يخلي والتر بواليا اساسي في مباراه بكره، مباراه الانتاج، وعايز يدي اللاعب مزيد من الثقه علشان يقدر ان هو يثبت طبعا اقدامه اكتر في بدايه رحلته مع فريق النادي الاهلي. وكمان زي ما قلنا موسيماني بيدرس ان هو يعيد ايمن اشرف لمركز الظهير الايسر في مباراه الانتاج لو طبعا ما قدرش علي معلول ان هو يلحق بالمباراه. زي ما حضراتكم عارفين يمكن انه علي معلول تعرض لاصابه في الساق وغادر بسببها ملعب التاتش، وبيخضع لفحص طبي النهارده، هيحسم موقفه من التواجد في الحسابات الفنيه ولا لا؟
في كل خطوه من خطوات المشوار ده انا بيتهيالي انه مستر موسيماني بيسابق الوقت، بيسابق الوقت انه يجهز الفرقه وانه يزود من حفظهم لطريقه اللعب وادائهم لادوار مراكزهم وزياده مساحه الانسجام بينهم وبين بعض. وكمان انا بيتهيالي واحده من اهم اولوياته فكره التجربه، فكره التباديل والتوافيق، لا قدر الله في حاله اصابه او غياب لاعب او اثنين من نفس المركز مين ممكن يكون موجود. شفنا مثلا على سبيل المثال شفنا اكرم توفيق بيلعب باك يمين في الماتش بتاع سيراميكا، ممكن نشوف اكتر من مركز بيحصل فيه يعني تجارب. الحقيقه جمهور الاهلي في الحته دي مش مقصر خالص الحقيقه، يعني انا كل مباراه للنادي الاهلي بسمع كم كبير جدا من الاقتراحات، سواء في اسماء او صفقات من الممكن انها تدعم فريق النادي الاهلي، او في اختيارهم لبعض اللاعبين اللي ممكن يلعبوا في مراكز مختلفه غير اللي احنا تعودنا نشوفهم. يعني اقتراحات مثلا على سبيل المثال، طبعا وانا بحب دايما يعني برضو يبقى في مساحه للجمهور انه يقول صوته من خلال السادسه، كان في مثلا فكره انه حسين الشحات يرجع يلعب باك يمين ونستغل قدراته وسرعته ومهارته، في كلام تاني انه ربيعه ممكن في المكان ده يكون كويس جدا، محمود متولي ان شاء الله ما يرجع بالسلامه اعتقد مع بدر بنون وياسر ابراهيم هيبقوا مالين المكان ده، وربيعه طبعا وسعد سمير، فايمن اشرف ممكن يدعم في الوقت ده الناحيه اليسرى. يعني كل دي تجارب اعتقد مستر موسيماني هيطبقها في المرحله الجايه. اكتر على الفريق ونروح لمراسلنا شريف شعبان من ملعب التتش. مساء الخير عليك يا شريف، وطمنا على اخر استعدادات الفريق طبعا لمباراه الانتاج، اتفضل. مساء الخير سارة، مساء الخير أحمد، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يمكن بالفعل الأهلي أنهى مرانه منذ قليل وغادر النادي الأهلي الآن متجه لأحد الفنادق في التجمع الخامس. طبعا ليلة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اللي هتكون بكرة بإذن الله في 7:30 على استاد الأهلي، والسلام يا رب بإذن الله يكون بكرة التوفيق من نصيب النادي الأهلي وتوج بثلاث نقاط جداد. زي ما سامعك سارة بتتكلم عن علي معلول، علي معلول الحمد لله شارك في مران اليوم وموجود كمان في قائمة المباراة. يمكن مستر بيتسو موسيماني أعلن عن 22 لاعب، هقول لكم على الاسماء حالا. في حراسه المرمى الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في خط الدفاع بدر بنون، ايمن اشرف، سعد سمير، ياسر ابراهيم، علي معلول، محمد هاني، بيكهام، اليو ديانج، حمدي فتحي، اكرم توفيق، افشه، حسين الشحات، كهربا، بوليا، صلاح محسن، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، وليد سليمان، ورامي ربيعه. 22 لاعب يا رب باذن الله بكره يكونوا قادرين باذن الله على تتويج النادي الاهلي بثلاث نقاط يضافوا الى رصيد النادي الاهلي. النهارده كان في محاضره فنيه مع اللاعبين حوالي نص ساعه اتكلم فيها مستر موسيماني مع اللاعبين او فرجهم على فيديو الفريق الانتاج الحربي على نقاط القوه ونقاط الضعف الفريق الانتاج الحربي اللي بدهم طبعا مدير فني كبير هو الكابتن مختار. طبعا شريف نطمن منك على حاله المصابين واللعيبه اللي بيتم تاهيلهم في الفترة الحالية، مين منهم شارك، مين دخل الجيم، مين حتى كان موجود في تمرين الفريق النهاردة؟ النهارده طبعا في التأهيل كان مروان محسن مهاجم النادي الاهلي، هو فقط اللاعب اللي كان بيتم تأهيله، برنامج معمول له برنامج بدني علشان خاطر يجاري لاعبي النادي الاهلي في الفترات المقبله في الحمل التدريبي. النهارده السوليه شارك في المران كامل المران واعلن جاهزيته، ولكن مستر بيتسو موسيماني فضل اراحته للمران المقبله توالي مباريات ضغط المباريات. النهارده اللي بيتم تأهيله ايضا غير مروان محمد محمود وكريم ندفيد، خلاص هم ميعادهم اقترب من العوده مره اخرى الى صفوف الفريق الاول، ولكن على مستوى كورونا الحمد لله، الحمد لله زيرو كورونا، يا رب باذن الله تكمل كده وما يكونش في اصابات لاي لاعب من النادي الاهلي بالكورونا في الفتره المقبله باذن الله. بشكرك جدا شريف الشعبان مراسلنا من ملعب التاتش، طبعا بنتمنى التوفيق لكل اللعيبه بكره وقائمه المباراه. ايه تعليقك؟ اتمنى يعني انا طبعا يعني اتمنى انه طبعا نكسب الماتش، لكن اللي نفسي اكتر اشوفه عرض قوي. يعني انا عايز اشوف من احنا كل ماتش انا بتفرج عليه بقيس عليه المستوى الاداء اللي احنا رايحين نقدمه في كاس العالم، وانا نفسي الحقيقه زي ما تعودنا دايما وزي ما عودنا النادي الاهلي نظهر في شكل محترم جدا ونقدم صوره كويسه عن اسم النادي الاهلي وعن تاريخه وعن الكره المصريه بشكل عام. طبعا في مونديال الانديه دي هتكون فرصه عظيمه، وخدوا بال حضراتكم زي ما قلت ده حدث، يعني حتى البطوله المفضله والمهمه جدا لجماهير النادي الاهلي دوري الابطال ممكن لاعب وهو في الاهلي يفوز بيها مره واثنين، لكن فكره المشاركه في كاس العالم للانديه دايما بتكون مش مضمونه، خصوصا انها بطوله مجمعه. دوري الابطال ممكن تغيب ايقاف اصابه
لا قدر الله اي سبب ممكن تغيب بس ترجع تاني تلعب، لكن كاس العالم مش مضمونه، فعشان كده فرصه لكل لاعب في النادي الاهلي يعني يسجل اسمه في التاريخ في واحده من اهم البطولات اللي بتعدي في مشوار اي لاعب كره قدم. طيب نتكلم شويه على كاس العالم كره اليد. احنا كنا بنتكلم امبارح انه كان في اجتماع طبعا بيتناقش فيه كل التفاصيل المتعلقه بالبطوله، وقلنا انه هيتناقش فيها كمان ملف الحضور الجماهيري، وللاسف الشديد يعني طبعا لظروف اعتقد انها فورس ماجور زي ما بيقولوا كده، او يعني غصبا عن الجميع نتيجه فيروس كورونا، انه هيتم تقرر انه ما يحضرش الجماهير في بطوله كاس العالم لكره اليد. لما تلاقيني في كاس العالم لا كده أيوة يبقى اعرفي ان انا تاه بين الانديه وكره اليد. فكاس بس العالم انت قلت حاجه قبلها. ايه قلت حاجه؟ قلت كلمه كده. طيب خلينا ناخد كابتن عبد الوهاب عضو مجلس اداره اتحاد كره اليد ونرجع للكلمه دي نشوف تفاصيلها. كابتن عبدو مساء الخير واهلا وسهلا بحضرتك على شاشه الاهلي في السادسه. مساء الخير يا فندم واهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. طبعا يعني انا عارف ان بكره ان شاء الله البروفا النهائيه بقى لحفل افتتاح كاس العالم، واللي هيبتدي خلاص بعد بكره ويبتدي فيه وينطلق منتخبنا الوطني في اولى مواجهته مع شيلي. نعرف من حضرتك اخر التطورات والاستعدادات لاستضافه هذا الحدث الرياضي المهم. الحمد لله والشكر لله، احنا كاتحاد مصر كره اليد واللجنه المنظمه في البطوله ووزاره الشباب والرياضه العمل على قدم وساق. احنا الحمد لله كل الصالات الاربعه جاهزين للحدث الكبير ده، عندنا صاله برج العرب، عندنا صاله 6 اكتوبر بتاع الدكتور حسن مصطفى، عندنا الصاله الكبرى في استاد القاهره، عندنا صاله العاصمه الاداريه الجديده. في 3 صالات جديده طبعا، ودول صروح كبيره للرياضه في مصر بخلاف الصاله الكبيره اللي هي بتاعه استاد القاهره اللي بتاخد 20,000، ودي لا تستضيف الحفل الافتتاح. تمام، الحفل الافتتاح ان شاء الله يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله. الحفل الاول افتتاح بحيي الفنان تامر حسني، وبعد حضرتك كده مباراه مصر وشيلي بتاع الافتتاح. الحمد لله كل اللي كان البطوله جاهزه للحدث، بدات الفرق توصل. كم فريق وصل لغايه دلوقتي يا كابتن عبده؟ لغايه دلوقتي 4 فرق وصلوا، أربعة فرق وصلوا، والباقي ان شاء الله هيوصل النهارده وبكره. طبعا عندهم لغايتهم 13 يوصلوا. أيوة. طبعا كده كل الفرق هتوصل مع بعض ورا بعض، وان شاء الله طبعا احنا في لجان بتستقبل الفرق من المطار، بتسلموا الامور قبل الساعه 4 بتستقبلهم، ما فيش دقايق بتبقى الفرق خارجه بتروح على مكان التسجيل بتاعها، اول ما بتروح بتعمل المسحه بتاعت كورونا وبتسكن وتطلع النتيجه على طول، وان شاء الله يبقى حدث كويس جدا. بس احنا كمصر طبعا احنا فقدنا مستين مهمين جدا بالنسبه للمنتخب بتاعنا. ايوه. ميزه الاولانيه الجمهور، عدم وجود الجمهور. كنت عايز اسال حضرتك فعلا يا فندم، يعني شايف ايه مدى تاثير عدم حضور الجماهير؟ اكيد تاثير حضرتك تاثير جامد جدا. عدم وجود الجمهور ده كان هو العامل رقم واحد في رفع الروح المعنويه ومؤسسه الفريق. النهارده احنا مفيش جمهور، علاوه عن الاعداد بتاعنا المنتخب اتاثر جدا. احنا كنا عاملين في الاجنده بتاعتنا او في البرنامج بتاعنا 20 مباراه دوليه. أيوة. للاسف احنا لعبنا 4 مباريات دوليه بس. أيوة. 16 لهم علشان برضه موضوع كورونا. لكن احنا برضه عندنا ثقه كبيره جدا في لاعبتنا وفي الجهاز الفني بتاعنا، احنا عندنا جهاز فني على اعلى مستوى، مستر بروندو وكابتن مجدي غلمان، وعندنا اللعيبه بتوعنا ما شاء الله نموذج من الخبره والشباب. احنا عندنا 3 اجيال في المنتخب ده، جيل 2000 اللي واخد بطوله العالم، وفي جيل 98 اللي واخد ثالث العالم، واللاعيبه الكبار اللي هم موجودين. فاحنا عندنا امل كبير جدا في منتخبنا ان هو يوصل لاخر مدى، واحنا عودناكم وعودنا الشعب المصري والجمهور المصري. أيوة. ان كره اليد باذن الله ما بتخش في اي مجال او في محك رئيسي، بتعمل زي كويسه، واحنا باذن الله عملنا كبير، احنا منتخبنا يوصل لاخر مدى في البطوله ان شاء الله. ما فيش اي اقتراحات لبدائل عن عدم حضور الجماهير على اقل تقدير في مباريات منتخب مصر؟ ما فيش حضرتك، الموضوع ده برضه خلي بالك ده في ضغط جامد اجى على الاتحاد الدولي، لان جمعيه اللاعبين الاوروبيين المحترفين يعني عملوا ضغط جامد على الاتحاد الدولي، انه وفي بعض اللعيبه عدت ان مش هتيجي وكلام من ده. لا انا فاهم الجزئيه دي يا كابتن عبدو، انا بس بتكلم على
انه بما ان البطوله بتتلعب على ارضنا، يعني من الوارد كان يعني كان في بعض الاقتراحات اللي سمعناها انه من الممكن استغلال مثلا الشاشات اللي هتبقى جوه الملاعب يعني في ماتشات منتخب مصر لنقل صوره للجماهير، صوره حيه لجماهير بتتابع المباراه وبتشجع. كان في اقتراحات ثانيه مثلا انه يبقى في لا حضرتك، لا هو احنا لو بدانا ب 50% وبعدين 30% وبعدين 20% وبعدين ما فيش خالص. في الاخر ما فيش خالص. فدي كانت صدمه صراحه، صدمه ناس كتيره جدا كانوا عاوزين يحضروا ويشجعوا المنتخب. لكن انا بقول لحضرتك ده الموجود دلوقتي حاليا، احنا لازم عشان البطوله تنجح لازم نستحمل شويه، لازم نقول الدنيا ما احنا مصر قادره ان هي تنظم بطوله عالميه كاس عالم اعلى حاجه في كره الجاز في ظل فيروس كورونا. احنا عندنا الحمد لله الدوله كلها موصله في كل ما يعني كل الناس شغاله في البطوله دي، كل الناس عايزه البطوله تطلع باحسن حاجه. اكيد ان شاء الله هتطلع كويسه، وهنثبت للعالم كله ان مصر قادره ان هي تنظم اي بطوله باذن الله. بالتاكيد طبعا يا كابتن عبدو. كنت عايز اسالك، شايف ازاي مشوار مصر او منتخب مصر في البطوله وكمان المباراه الافتتاحيه مع منتخب تشيلي؟ يعني احنا لازم ناخد الامور واحده واحده، ناخدها خطوه خطوه. احنا طبعا عندنا تشيلي في الافتتاح، ودي اضعف فرقه في المجموعه طبعا، لكن ما نستهانش بيها. طبعا كل الفرق احنا معانا في المجموعه، معانا تشيك، معانا السويد، معانا تشيلي. يعني لو بصينا في التصنيف دول، السويد تصنيف اول، تشيك تصنيف ثاني، الشيل التصنيف الثالث. احنا بادئين بالثالث ثم الثاني ثم الاول، يعني حتى ماتشات مصر الحمد لله متدرجه في المستوى. لكن احنا ان شاء الله املنا كبير ان احنا نصدر المجموعه، وطبعا لما نصدر المجموعه يبقى حاجه كويسه، حاجه كويسه لنا، لان احنا بنطلع بنتائجنا الدور الثاني مع الفرق اللي معانا ان شاء الله باذن الله. طبعا كل ما بنكسب كل ما يكون احسن طبعا. يعني كل التوفيق لابطالنا ونجوم منتخب مصر. والحقيقه يمكن الثلاث اجيال اللي حضرتك بتتكلم عليهم عندهم ثقافه البطوله وعندهم روح البطل. بنشكر طبعا كابتن عبدو عبد الوهاب عضو مجلس اداره اتحاد كره اليد. كلنا ثقه ان احنا هنشوف طبعا حفل افتتاح لكره اليد او كاس العالم لكره اليد على ارض مصر مبهر جدا، تتكلم عنه كل دول العالم زي ما فعلا مصر عودت العالم كله. خلينا نروح للجنه الثلاثيه المكلفه باداره اتحاد الكره اللي ارسلت خطاب لوزاره الشباب والرياضه بتطالب فيه مجددا اقامه الانتخابات في نهايه شهر يناير الجاري وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، خاصه بعد ما قامت اللجنه الثلاثيه باطلاع الدكتور احمد اشرف صبحي على خطة الجبلية لإقامة الانتخابات في مكان مفتوح من أجل الحصول على استثناء من قرار تجميد الجمعيات العمومية وغير العادية حتى تتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات. اللجنة الثلاثية طلبت في الخطاب المرسل لوزارة الرياضة ضرورة إقامة الانتخابات دي في الموعد اللي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وهو في نهاية الشهر الجاري. ده اعتقد انه يعني شيء يعني امر مفروغ منه، الموضوع ابسط بكتير. يعني زي كنا بنتكلم على استضافه مصر لحدث كبير زي بطوله كاس العالم وجايبين منتخبات من كل حته من الدنيا وهنظبط ماتشات على اعلى مستوى وحفل افتتاح هينقله العالم كله، بالتالي اعتقد هيكون من السهل جدا طبقا لرغبه الفيفا. دي الحقيقه يمكن اللجنه الثلاثيه المشرفه على اتحاد الكره بتترجم او بتنقل فقط مطلب الفيفا انه لابد من اجراء انتخابات الجمعيه العموميه العاديه في نهايه شهر يناير، واعتقد انه وزاره الشباب والرياضه هتستجيب. احنا عارفين طبعا انه في قرار مسبق او قرار سابق صدر انه يتم الغاء او تجميد او تاجيل كل الجمعيات العموميه الخاصه بكل الاتحادات لحين اشعار اخر، ولكن اعتقد من الممكن استثناء اتحاد الكره المصري وتتم اجراء عمليه الانتخابات بقى الجمعيه العموميه قبل نهايه يناير. طيب نروح لكريستيانو رونالدو. الحقيقه يمكن هو الحقيقه الراجل ده ما بيلحقش يكسر رقم قياسي عشان يفكر يكسر الرقم القياسي اللي بعده. من حوالي اسبوع 10 ايام كده اتكلمنا على اسطوره كره القدم البرازيليه بيليه، وانه رونالدو قدر يتخطى الريكورد او الرقم المسجل باسم بيليه اسطوره البرازيل فيما يتعلق باكثر العدد من الاهداف اللي تم تسجيلها في مباراه رسميه سواء للانديه او للمنتخب اللي هو لعب ليه. النهارده رونالدو الحقيقه عادل رقم جوزيف بيكان، وده طبعا كان خلال مواجهة اليوفي رقم 759 هدف، وده كان خلال مواجهة اليوفي مع ساسولو واللي كسب فيها اليوفي بنتيجة 3-1.
يعني هو نموذج، يعني لو حد هيألف كتاب على رونالدو مش هيبقى على الموهبة الحقيقة. هتبقى أكتر يمكن على الإرادة والإصرار والتحدي. إزاي إنسان بلغ الـ 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 النجاح، يعني الكم الكبير من النجاح والكم الكبير من الشهرة والكم الكبير جدا من الثراء ده، ومع ذلك لغاية النهاردة عنده إصرار إنه يكون نسخة ما بتتكررش، عنده إصرار وإنه يخلق لنفسه كل يوم دافع وحافز جديد عشان يخلد اسمه في التاريخ، ورغم إنه موهبته باعتراف الجميع، ده مش وجهة نظر شخصية، باعتراف الجميع لا يمكن أنك تقارنها بموهبة زي موهبة بيليه أو مارادونا أو إيريك كانتونا أو زيدان أو رونالدينيو. لعيبة المهرة، لعيبة الصحرة، دول اللي تتفرج عليهم يعني تنبهر انبهار كبير جدا. موهبة رونالدو جنب الأسماء دي كلها أعتقد أنها شيء لا يذكر، لكن الأرقام اللي حققها، البطولات، الألقاب، المشوار، كل دي أعتقد لابد أن العالم كله يقف احتراما لهذا النجم البرتغالي الكبير والعظيم. انت شفت ماتش يوفنتوس وساسولو، في جامب قفزه كده رونالدو عملها، هي حديث السوشيال ميديا من امبارح، ترندنج من امبارح. بينط نط الارتفاع بتاعه كان فوق ايد الحارس بتاع ساسولو، عداها اصلا وهو بيطلع الكوره. الناس كلها عماله تنزل الصور والفيديوز بتاعه النطه دي، مشهور قوي، بيطير في الملعب. لا هو مش بيطير، هو يعني فكره الناس اللي بتطير كتير، لكن هو رونالدو عنده يعني عنده ملكه، عنده موهبة، عنده حاجة بتيجي بالتدريب، إنه بيطير وبيثبت جسمه لأجزاء من الثانية وبعد كده بينزل تاني. بالظبط بالظبط. يعني في لعيبة من الـ NBA، دوري كرة السلة الأمريكي المحترفين، كتبوا إن رونالدو لازم يكون موجود في الـ NBA معاهم من كتر ما هو فعلا عنده قدرات مش طبيعية. أيوه، هو شغال عكس الجاذبية الأرضية، يعني ده أكتر وصف، إنه الراجل ده بيشتغل عكس الجاذبية. واللي يتابع يعني لو دخلتوا حتى حضراتكم على الصفحات بتاعته أو على اليوتيوب وشفتوا التمارين المنفردة، الراجل ده بيشتغل مع فرقته وبيشتغل مع المنتخب بتاعه، لكن هو كمان بيشتغل على نفسه لوحده. لو بصيتوا على التمارين المنفردة اللي بيعملها كريستيانو رونالدو فيما يتعلق بتقوية عضلات الرجلين والقفزات اللي على مستوى يعني ارتفاعات عالية، تلاقوا ان الراجل الحقيقه بيبذل مجهود، وتعرف انه بالتاكيد المكانه اللي وصل لها كريستيانو رونالدو كان في مقابلها، طبعا احنا شايفين واحده من القفزات الشهيره جدا، لكن مهم جدا تعرف انه النجاح ابدا مش ممكن يكون سهل. ومش فكره بقى انه الحفاظ على القمه اصعب بكتير جدا من الوصول ليها، لا، قصه تتعدى ده بمراحل. الراجل ده ضحى بحاجات كتيرة جدا ومنع نفسه من حاجات كتيرة جدا من متع الدنيا والتزم وتعب، ويعني قول كما شئت، لكن عشان توصل للنتيجة دي أعتقد أنك بتتكلم عن أسطورة كبيرة جدا في مجال كرة القدم، حفر اسمه وقدر بإصراره يحط اسمه بين العظماء وبين أساطير كرة القدم في التاريخ. ومن أهم الصفات اللي تبقى من جواك، غير أنك بتتدرب وبتجتهد وعايز تبقى أحسن حاجة في شغلك وأنك توصل لأحسن حاجة، أنك ما بتشبعش. في لاعب أو أي حد في شغله أو في حياته يوصل لحاجة معينة ويبقى تمام كده، أنا وصلت اللي أنا عايزه، بس الحقيقة كريستيانو رونالدو وأمثاله مش بيشبعوا من نجاح، مش بيشبعوا من أن هم يفضلوا يجيبوا أهداف، يفضل يكسر أرقام قياسية، يفضل يحقق بطولات ويخلي دايما فريقه في التوب ليفل، أو يبقى أفضل فريق، يكسب دوري، يكسب شامبيونز ليج، عايز يحقق الثلاثية. يعني دايما ده عند كريستيانو رونالدو، فكرة انه ما بيشبعش من ان هو يجيب اهداف ويجيب بطولات ويعمل انجازات مهما كبر في السن. بالعكس، بتحس ان هو بيبقى عايز يقول لنفسه لا، انا ما كبرتش، انا لسه زي ما انا لسه هادي ولسه بكتب اسمي في التاريخ اكتر. صحيح. واكتر. من رونالدو تعالي نروح لاجويرو، لقطة لطيفة جدا، واحدة من المقابلات التلفزيونية اللي كان بيتكلم فيها اجويرو، بقى مش عن الكورة طبعا، اجويرو المهاجم الارجنتيني والمان سيتي، كان بيتكلم على واحده من هو عنده هوايه ان هو يقتني العربيات السوبر كار زي ما بيقولوا كده. وطيب ايه رايكم ناجل القصه دي نتكلم فيها بعدين، نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.
برحب بحضراتكم من جديد. ويمكن زي ما دايما بنتكلم اكيد على نجومنا المحترفين الكبار اللي في الدوريات الاوروبيه ومشرفينا، وطبعا يمكن اكترهم في الدوري الانجليزي، عندنا نجوم كتير هناك، ولكن كل حد بيبدا برضو صغير لحد ما بيكبر كده. في نجوم كتير تانيين مصريين او لعيبه كتير مصريين محترفين في دوريات اوروبا، وبنبقى عايزين نسلط عليهم او نلقي عليهم الضوء اكتر، يمكن في يوم من الايام نشوفهم في منتخب مصر ونشوفهم كمان في مكان اعلى من ده. طبعا معانا يمكن كابتن عبد الله حافظ عبر سكايب، وهو لاعب الحقيقه مصري اهلاوي جدا في من ناشئين انبي، هو دلوقتي بيلعب في دوري البولندي الدرجه الثانيه. برحب بيك يا كابتن على شاشه قناه الاهلي. اهلا بيك يا ساره، ازيك عامله ايه؟ كله تمام طبعا. عايزين نعرف منك الحكايه من البدايه، وتكلمنا طبعا عن كواليس انتقالك للدوري البولندي والدنيا والمنافسه عامله ازاي هناك. يعني انا عارفه ان انت في الصحافه هناك يعني بتحتفل بيك وبادائك مع فريقك. والله يا ساره انا ابتديت مشواري اصلا خالص، انا قعدت سنه في الاهلي في الناشئين في البراعم، يعني كنت حوالي 8 سنين. كان الكابتن بدر رجب عامل فرقه، وطبعا كنت من ضمن الفرقه دي. بعد كده الكابتن امين عرابي مشي. الكابتن امين عرابي جه، الكابتن بدر رجب مشي، الكابتن امين عرابي جه مشى الفرقه دي. قالوا لي تروح الاكاديميه وبتاع. فالمهم يعني ما حبيت اروح انبي. طبعا كنت بتمرن في انبي، والكابتن امام محمدين اول ما شافني قال لهم ايه الواد ده هاتوه وبتاع، جاب ابويا على طول ومضينا. ومن ساعتها قعدت في انبي حوالي 10 سنين. طبعا ما بين بقى في الاخر الفتره دي كانوا بيمشوا لعيبه كل سنه، طبعا بيمشوا لعيبه ويجيبوا لعيبه جديده، كل سنه يمشوا لعيبه ويجيبوا لعيبه جديده. جات لي كذا فرصه ان انا اروح امشي من انبي، بس انا يعني كنت مرتاح هناك. طبعا انبي معروف من احسن الناشئين في مصر. كنا بناخد دايما البطوله، يعني مواليد 98 دي معروفه طبعا ان احنا كنا على طول بناخد البطوله، حتى يعني من الاهلي. وطبعا بعد لما ال 98 اتلغت طلعت مع ال 97، فضلت مع ال 97 حوالي 3 سنين لحد ما الفرقه بتاعت الناشئين بتاعتها خلصت. المفروض ان انا كنت مكمل مع الفريق الاول. كان الكابتن امام محمدين والكابتن عبد الناصر محمد كانوا معرفيني يعني ان انا مكمل مع الفريق الاول في انبي. وبعد كده جالي فرصه ان انا اطلع فتره معايشه في نادي اسمه هانوفر 96. النادي دوت كان في الدوري الالماني. وكان ساعتها لسه هابط الدرجه الثانيه في الدوري الالماني، فانا كنت رايح اعمل فتره معايشه هناك. والحمد لله كنت ماشي معاهم كويس، بس جالي اصابه في كتفي. فرجعت تاني طبعا ما خدتش الفرصه في انبي، عشان انا كنت المفروض ابقى حاضر في التمرين مع الفريق الاول وما روحتش. بس وكان على كان على كنت على تواصل يعني مع كابتن وليد انديل. كابتن وليد انديل ده كان لعيب في الزمالك وكان بيلعب في منتخب مصر كاس عالم وبتاع. رحت كنت على التواصل معاه يعني، كلمته جاب لي النادي اللي انا فيه دلوقتي دوت في الدوري البولندي في الدرجه الثانيه. طيب انا عايز اعرف بقى، يعني قول لي كده الدوري البولندي برضو ماشي ازاي، نقرب الناس اكتر ونعرفهم اكتر، المنافسه عامله ازاي؟ انت تقريبا في فريق خوتنيك كاراكوف صح كده؟ تمام. المنافسه ازاي عامله ازاي في الدوري البولندي وطموحك؟ يعني برضو على ذكر الدوري الالماني، يعني معروف ان الدوري البولندي بيصدر لعيبه كتير يمكن للدوري الالماني والدوري الايطالي. مظبوط. بصي، هو اول حاجه الفرق، في فرق كبير طبعا ما بين الكره هنا والكره في مصر. هنا يعني هنا على اللي انا شفته هنا يعني الموضوع احترافي اكتر. طبعا يعني التمارين ممكن التمرين مثلا يقعد 3 4 ساعات نتمرن 3 مرات في اليوم. ده بالنسبه للتمرينات. بالنسبه في تحليل اداء، في كل لعيب بيبقى ليه زي الدوسيه، جري قد ايه في الماتش، جه عمل قد ايه في الماتش، كم كره قطعها، كم كره فقدها، كم ميس باس، كم الكلام ده. فالحاجات دي كلها في كل لعيب بيبقى في فيديو بعد الماتش بيشوفه، بيتعلم من لو عمل حاجه كويسه المدرب بيقول له دي عملتها كويسه، لو عمل حاجه وحشه بيقول له انت عملت كده كان المفروض تعمل كده.
فدي بتبقى لكل اللعيبه، فدي طبعا حاجه بتهيالي يعني كنت مفتقدها، لان طبعا لما الواحد بيعرف خطأه وبيحاول يصححه، حاسس لكن ان طبعا ما مستواك قلتش بيتطور. بالظبط. وطبعا دي معروفه برضو الحته اللي انت قلتيها، ان على طول في لعيبه من الدوري البولندي بتطلع المانيا وايطاليا بالذات فعلا، لان الدوري البولندي طبعا اقل من الدوريات بتاعت المانيا وايطاليا واسبانيا وانجلترا، طبعا اقل شويه، فاللعيبه بتبقى سعرها اقل شويه بالنسبه للنوادي دي، فانها بتشتريها باسعار قليله، وبعد كده بتبقى نجوم كبيره، يعني زي في لعيبه كتير قوي من بولنديين بيلعبوا في الدوري الايطالي والالماني والاسباني كمان. طيب عايز اسالك يا عبد الله، حد من المنتخب المصري الاولمبي تواصل معاك؟ والله هو انا بقالي بالظبط، يعني انا بقالي سنه هنا، لعبت نص موسم، لان انا جيت من شهر يناير اللي فات، كان طبعا موضوع الكورونا، فابتدينا نلعب الموسم بتاعنا، بدانا الموسم في شهر 9، فاحنا لعبنا حوالي 17 حوالي 16 ماتش، فلسه مخلصين الدور الاول، ودلوقتي كنا واخدين اجازه بين الدورين، ولسه راجعين فتره الاعداد، فما كانش في فرصه حتى، يعني ان يعني انا لسه ما بس اتمنى طبعا ان حد يكلمني، واتمنى طبعا ان انا اخد فرصتي في ان انا اشارك في المنتخب الاولمبي، دي حاجه طبعا هتبسطني، وانا كنت يعني دي حاجه اي لعيب يتمناها طبعا. اكيد طبعا. طب خليني اسالك يا عبد الله، انت خدت افضل لاعب في الشهر في الدوري البولندي الشهر ده؟ خدت، لا افضل لاعب في شهر سبتمبر، في شهر سبتمبر. افضل في شهر سبتمبر وعارفه ان افضل لاعب. الصحافه هناك يعني دايما بتتكلم على ادائك وقد ايه انت لاعب مميز، ودي صورتك معانا افضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري البولندي. عايز اسالك على طموحك، يعني الخطوه اللي جايه بالنسبه لك انت بتطمح لايه الفتره اللي جايه؟ مش طموحك في المطلق دلوقتي، ولكن الخطوه اللي جايه حابب تنتقل لاي دوري، او انك تلعب في الدوري الالماني او الاسباني، يعني ايه طموحك، ايه تفكيرك الفتره اللي جايه؟ والله هو انا طبعا اول ما جيت هنا واجهت مشاكل كبيره جدا طبعا، يعني دي مش هيبقى حد عارفها قوي، بس انا حابب اشاركها معاكي، اللي هو اتفضل. مثلا حاجه زي اللغه بالنسبه لي مشكله كبيره جدا، يعني انا بيتكلموا بولندي، الانجليزي بتاعهم، انا الانجليزي بتاعي كويس، بس هم يعني الانجليزي بتاعهم قليل، وكان معانا مدرب، يعني احنا المدرب بتاعنا اتغير، كان معانا مدرب ما بيتكلمش انجليزي خالص، كان دايما المساعد يعني كان دايما المدربين التانيين بيقعدوا يترجموا، وهو كان بيبقى متضايق من الموضوع ده، فدي طبعا كانت مشكله كبيره، مشكله اللغه، مشكله الجو هنا طبعا احنا مش متعودين على الجو، الجو بيبقى تحت السالب، وعندنا ماتش، فدي حاجه برضو بالنسبه لي كانت يعني ولسه بواجهها، احنا دلوقتي الجو عندنا صعب جدا، بس تمرين عادي في ميعاده، والجو ممكن لو تلج لو مطره لو اي حاجه تمرين عادي مفيش حاجه، فدي برضو مشكله الواحد بيواجهها، بس طبعا زي ما قلت لي انا يعني عندي طموح ان انا طبعا اظهر نفسي الاول في الدوري البولندي، وبعد كده طبعا ان شاء الله في فرصه يعني ان انا اطلع الدوري الالماني الدوري الاسباني، طبعا ده هيبقى حلم كبير، يعني هو ده هدفي ان انا اللي انا بسعى له واللي ما انا فيش اي بشتغل له عليه. تواصل او اي عروض في الفترة الحالية؟ والله هو كان في عرض من نادي في بلجيكا، بس كان مجرد كلام، يعني هو كان واحد كلمني وقال لي اسم النادي، وقال لي ان هم بعتوا للنادي وان هم بيتكلموا مع النادي، وكان مجرد كلام، بس انا لحد دلوقتي انا لسه في النادي بتاعي. مين مثلك الاعلى في الكرة المصرية يا عبد الله؟ والله هو مثلي الأعلى في الكرة المصرية طبعا، يعني من اللي بيلعبوا في مصر، من اللي كانوا بيلعبوا في مصر طبعا، أنا كابتن حسام غالي بحبه جدا، كابتن أبو تريكة، دول يعتبر المركز بتاعنا، بلعب تحت الفيرود وبلعب هاف، وطبعا يعني أنا باخد كابتن محمد صلاح بالنسبة لي، يعني هو طبعا بالنسبة لأي حد قدوة، بس أنا يعني أسلوب اللعب بتاعي مش زي كابتن محمد صلاح، بس أنا بتكلم على شخصيته، هو بيعجبني جدا في شخصيته وطريقة تفكيره وطريقة احترافه، هو يعني هو شخص هو عارف هو عايز إيه وقدر يوصل اللي هو عايزه، فدي حاجة مش موجودة في أي لعيب تاني.
كلمنا يا عبد الله برضه على انتمائك للنادي الاهلي، انا عارفه انك اهلاوي جدا، وعلى شعورك بعد تحقيق الثلاثيه، طبعا بنتكلم على كاس مصر والدوري ودوري ابطال افريقيا. والله هو وكمان شعبيه الاهلي هناك يا عبد الله، يعني شعبيه الاهلي عندكم برضه في بولندا. بص هكلمك بصراحه، وهنا الكوره يعني مقفلين، يعني هم هنا انا كنت بسال كذا حد، في اللي عارفه في اللي عارف النادي الاهلي، وفي اللي بيقول لي لا ما اعرفوش. بس هم لما انا يعني لما كان ماتش الاهلي والزمالك بعد كام يوم، كنت عمال اقول للناس اللي معايا في الفرقه يا جماعه في ماتش نهائي افريقيا اتفرجوا عليه. يا جماعه مش كده يعني نهائي افريقيا، اقول لهم زي مثلا لما ريال مدريد وبايرن ميونخ يلعبوا في النهائي زي ما مش عارف مين، عمال اوصف لهم عشان عايزهم يتفرجوا على الماتش، بالنسبه لي حاجه كبيره وهم مش هيشوفوا الماتش اصلا. ف حاجة حلوة جدا طبعا لما يبقى فريقين من مصر بيلعبوا نهائي افريقيا. وطبعا انا كنت بشجع الاهلي، وطبعا الماتش دوت كان بالنسبة لي حاجة جميلة جدا. انا يعني وقفشه على فكرة على تواصل معاه، هو صاحبي، وكنت قايله ان انت ان شاء الله انت اللي هتجيب البطولة دي، وفعلا ان شاء الله هو اللي جابها الحمد لله، فعلا كلنا فرحنا. لان قفشه اصلا من عندنا من انبي، فقفشه على تواصل معاه على طول يعني. بالظبط. شكرا ليك يا عبد الله، مبسوطين انك كنت معانا، وبنتمنى لك طبعا كل التوفيق، ونتمنى ان احنا نشوفك طبعا في الدوريات كبيره جدا في اوروبا، ونشوفك كمان مع المنتخب الاولمبي. الحقيقه دي الطيور المهاجره، ودايما بنبقى مستنيين نشوف صلاح واحد واثنين وثلاثه واربعه وعشره طالعين من مصر، وبنتمنى طبعا كل التوفيق للاعبينا في كل الدوريات الاوروبيه. فاصل ونرجع نكمل برنامج السادسه. أيام بسيطة جدا بتفصلنا عن حدث رياضي بعتقده في المقام الأول بينتظر كل الجماهير الأهلوية، وبالتأكيد طبعا كل المصريين، مشاركة النادي الأهلي في بطولة العالم للأندية، الأهلي بين الكبار، الأهلي بين العظماء. ده عنوان كتبه الفيفا على صفحته الرسمية وعلى الأكاونت الخاص طبعا ببطولة كأس العالم للأندية، بالإضافة طبعا لأكثر من مشوار بيقطعه النادي الأهلي سواء في دوري أبطال إفريقيا أو في الدوري العام المصري. وعندنا حدث طبعا ما نقدرش ننكر اهميته، حدث مصر كلها بتنتظره، هو كاس العالم للانديه. عشان كده كان لابد ان يكون في معانا الموسوعه، الحقيقه واحد من اشهر النقاد الرياضيين وايضا من اشهر المعلقين الرياضيين. بيشرفنا النهارده دكتور طارق الادور ضيفنا في السادسه. مساء الخير يا دكتور طارق. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين. فرصه سعيده جدا بالنسبه لي حقيقه، اتشرفت انك انت معانا النهارده. انا اتشرف بيك دايما وسعيد انك حلو كمان علينا. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. انت كنت موجود مع الاهلي في، علقت على ماتشات اعتقد برونزيه العالم كاس العالم الانديه 2006، البطوله اللي احنا خدنا فيها البرونزيه. كان احسن انجاز لاي فريق افريقي صحيح، او اي فريق مصري. طبعا مفيش في مصر لعب في كاس العالم الانديه الا الاهلي. فكان انجاز كبير جدا، كانت الميداليه البرونزيه قبل بقى ما مازن بيحقق ميداليه فضيه، والرجاء يحقق ميداليه فضيه، والسد القطري اللي هي الفرق العربيه. لكن لغايه وقتها كان اعلى انجاز الميداليه البرونزيه. وعارف كنت سعيد، كان في ذكرى كده طبعا، كنت انا مصاحب لفريق الاهلي في مباراه كوت ديفوار في الدور قبل النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا اللي خدها الاهلي بعد كده على حساب الصفاقسي التونسي. فكنت قاعد مع حسام البدري في الطياره في نفس يوم اجراء القرعه، طلعت على النت اجراء القرعه كاس العالم، قرعه كاس العالم للانديه في نفس اليوم، واللي هي القرعه طالعه. قلت له بص القرعه الاهلي الحمد لله طلع مع اوكلاند سيتي في الدور الاول، فالاهلي ان شاء الله هيكسب يطلع الدور قبل النهائي، هيلعب انترناشونال فريق ريزل شويه بتاع البرازيل. فلو خسرنا ان شاء الله هنلعب على البرونزيه مع كلوب امريكا. فهنكسب كلوب امريكا وهناخد الميداليه البرونزيه. فبيقول لي انت جبت منين الحسابات دي دلوقتي الاخر كده؟ الثقه دي كلها. قلت له انا بقول لك اهو بالمستويات بتاعتنا كده دلوقتي هناخد الميداليه البرونزيه. فعلا بعديها بحوالي شهر الاهلي خد الميداليه البرونزيه في بطوله كاس العالم للانديه. طب نستنى قرعه كاس العالم للانديه ولا تقول لنا من دلوقتي الاهلي هيوصل لغايه فين؟ ما هو القرعه ليه بقى؟ القرعه هتتعمل ان شاء الله يوم 19 ان شاء الله، اللي هو يوم الاربع الثلاثه اللي زي بكره. ان شاء الله يعني يوم 19 يناير هتتعمل القرعه. في ست انديه خلاص معروفين مين. نعم، في انتظار بس بطل امريكا الجنوبيه. بطل امريكا الجنوبيه. اوكلاند سيتي راح من غير ما يفوز باللقب، لكن كان افضل الفريق اللي عمل نقاط في المجموعات. تمام. فصعدوه عشان هم البطوله اعتقد ما لم تكتمل عندهم. عشان ما اكتملتش. بالظبط. اولسان هيونداي فاز ببطوله الكوري، فاز ببطوله اسيا. وايضا تايجر اونال المكسيكي فاز ببطوله الكونكاكاف.
وفي اوروبا طبعا بايرن ميونخ. مالناش دعوه ببايرن ميونخ ولا بطل امريكا الجنوبيه لان دول هيلعبوا في الدور قبل النهائي مباشره. فالاهلي هيلاعب واحد من اولسان هيونداي او تايجر اونال او الفائز بقى من اوكلاند سيتي والدحيل. مع الدحيل القطري الدحيل الفائز منهم بصفته مستضيف البطوله. احسن فريق نقابله هو الفائز من اوكلاند سيتي والدحيل القطري. أيوه. في الغالب الدحيل القطري هيكسب. صح هيبقى على ملعبه بس ده احسن لان اولسان هيونداي عنده فريق ديناميكي جدا لياقه بدنيه عاليه جدا معروف عن الفريق. أيوة. الفرق الكوريه وسرعات. وفريق تايجر اونال من الفرق القويه. بس انا اتمنى الفايز من الدحيل مع اوكلاند سيتي. هقول لك من دلوقتي ان لو ده يبقى الاهلي وصل للدور قبل النهائي. يبقى بقى هيلاعب مين؟ هيلاعب بايرن ولا هيلاعب بطل امريكا الجنوبيه اللي هو في الغالب هيكون من بين بالميرس البرازيلي وسانتوس. ليه بقى؟ بالميرس وسانتوس هو قبل النهائي. بالميرس وسانتوس برازيل وريفر بليت ومش فاكر بوكا جونيورز. ريفر بليت وبالميرس وسانتوس وبوكا فرقتين من الارجنتين وفرقتين من البرازيل بالظبط. بس الذهاب فريق طبعا بالميرس كسب بره ملعبه على ريفر بليت 3-0. اوكي يعني هيلعب على ملعبه فشبه مؤكد ان ده هيوصل نهائي. تمام. نفس الكلام على ملعب بوكا جونيورز اتعادل سانتوس. ففرصته في ملعبه اكبر. يعني غالبا النهائي هيكون برازيلي. برازيلي خالص. واللي هيوصل كاس العالم برازيلي برضه. بالظبط كده. ف يعني هيبقى بايرن ولا فريق البرازيلي من الاثنين دول. أيوة. لو سالتني تلاعب مين او يجي مين سكة الاهلي الفريق البرازيلي احسن. يعني ليه؟ الكره البرازيليه برضو يعني فنيه زينا وهي قريبه شبه قوي باداء الاهلي دلوقتي. صحيح. وهي الماتشات دي اللي من نوع تقدر تقول ايه اقدر اخطف يعني 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 ممكن في احتماليه انك تعرف تخطف المباراه. ممكن يكون لو عملنا كفتين ميزان ممكن تبقى كفه البرازيل طبعا اتقل شويه لكن ممكن يبقى في برضو تعرف الكره ما فيهاش مستحيل. لا لو بتقول بايرن ولا فريق من لا انا بتكلم انه لو الاهلي وفريق بالميراس او سانتوس. لا بس تقدر صح تقدر ليه لانك انت ايه الشغل الفني تقدر تتعامل معاه. لكن اما يكون مثلا فريق زي بايرن عنده يعني حدث ولا حرج النجوم بتوعه وعنده ليفاندوفسكي ده يعني ربنا يستر منه يعني قدرات لعيبه خاصه جدا طبعا. لكن سانتوس او بالميرس يقدر الاهلي يعني يخطف ويجري ويوصل لنهائي. شوف يا دكتور طارق خدتني على طول كده ودخلنا في كاس العالم الانديه. انا كنت عايز اسالك لو على كاس العالم اليد واحد من اهم الاحداث الرياضيه اللي مصر بتستقبل بيها سنه جديده وبتقدم صوره في ظروف طبعا انت عارف ظروف صعبة جدا واستثنائية جدا بيمر بيها العالم بسبب فيروس كورونا. ورغم كده مصر الحقيقة بتستضيف يمكن البطولة الأكبر على مدار التاريخ كله. 32 منتخب لأول مرة بيشاركوا في بطولة عالم لكرة اليد وما اعتقدش إنه ده يحصل تاني لأنه حسب معلوماتنا اللي عرفناها اليومين اللي فاتوا إنه بعد كده هيفضل 32 منتخب بيشاركوا بس دايما البطولة هتستضيفها دولتين. فاحنا بنتكلم او اكتر من دوله او اكتر من دوله يعني فيهمني اعرف طبعا رايك في البطوله دي توقعاتك ليها ايه توقعاتك كمان للمنتخب المصري اللي بيلعب بطوله على ارضه ممكن يوصل لغايه فين. شوف بطوله كاس العالم لكره اليد الحقيقه بطوله يعني لا ينظمها الا قدرات المصريين. يعني مش عايز اقول لك ان لو كانت البطوله دي حتى في اي حته في اوروبا دلوقتي كنا دخلنا في مشكلة إن ممكن البطولة تتأجل ممكن البطولة تتلغي ممكن يحصل مشاكل. لكن مصر خدت على عاتقها حاجتين. أولا إنها تستضيف 32 فريق ده عدد كبير جدا زي كأس العالم لكرة القدم نفس العدد تقريبا. آخر نسخة كانت 24 كانوا بيتقسموا أربع مجموعات كل مجموعة فيها ستة من الدور الأول. لكن لأول مرة هيبقى 8 مجموعات كل مجموعة فيها أربعة واللي هيصعد الثلاثة الأوائل يعني مش اثنين ثلاثة هيعملوا 24 يتقسموا مجموعات تاني. تمام. فطبعا نظام بطولة صعب جدا منافسة قوية جدا كل الدول الكبرى موجودة ثم التحدي الخاص جدا عند مصر ان زي ما استضفنا كأس الأمم الأفريقية في 2019 وانا قلت ساعتها ان من الصعب جدا ان في دولة أفريقية هتعمل اللي عملناه في 2019 حقيقي. ملاعب والله استضافة مش بس أفريقية كمان يا دكتور طارق يعني الحقيقه انا في ناس كتير جدا قارنت وبدون مبالغه تنظيم مصر لبطوله افريقيا بكاس العالم في روسيا.
بالظبط حقيقي فعلاً. والله بجد فعلا فعلا مش مصريين فعلا احنا وسائل اعلام دوليه يعني. هقول لك على حاجه، انت عندنا ست ملاعب كانت جاهزه بشكل ممتاز جدا في كاس الامم الافريقيه، ناقصك ملعبين تجهزهم بنفس الدرجه دي تبقى كاس يبقى عالم، عندك ملف كاس عالم يبقى كاس عالم متى يخش كاس عالم بس الاهم بقى التحديات الخاصه في بطوله زي دي. زي ما بقول لك الاولمبياد ما قدرتش اليابان تعملها نتيجه فيروس كورونا، وما كانوش يجرؤوا ان يقولوا كده الكلام دوت في ظل الاجراءات الصحيه. مصر قدرت تعمل اجراءات صحيه صارمه، عملت البابل دي، كلمه بابل دي الناس يمكن لسه ما عندهاش فكره عنها قوي. انك انت كل المشتركين في البطوله يخشوا فقاعه كده مقفول عليهم من الملعب للفندق لكل حته، ما فيش حد يخش عليهم ولا هم يطلعوا عند حد. صحيح. يعني مثلا حتى الاعلاميين زمايلنا اللي هيخشوا يغطوا البطوله ملوش دعوه باسرته، خلاص هو دخل الفقاعه خلاص ما يشوفش اهله بقى غير لما يخلص، زي اللعيبه زيه زي الجهاز الفني وكده. فدي قدرات خاصه جدا عملتها مصر طبعا. وان شاء الله نوفق. بمناسبه البطوله دي خليني اقول انه في اشاده كانت من المانيا، حتى صحيفه بيلد الالمانيه كتبت وقالت انه مصر بنت الملاعب في زمن قياسي، وده حقيقه انجاز واضافه جديده للبنيه التحتيه الرياضيه في مصر. وبمناسبه كلامك عن مقاومات استضافه البطولات الكبيره، انا بيتهيألي كمان انه الموضوع مش موضوع ملاعب بس، لا ده موضوع اقامه، اتصالات، بنيه تحتيه، وده حصل فيه طفره كبيره جدا على كل المستويات في مصر في السنوات الاخيره. لا شك ان انت ايه، احنا عملنا مجمع الصالات ده، كان مجمع الصالات ده كان سجن حربي. انا فاكر كنت بعلق على مباراه في استاد القاهره وانا طالع، كان سجن حربي. شايف السجن كده قدامي. بعدها دخلنا كانت ما فيش مباريات وكنا بنستعد لدوره الالعاب الافريقيه. ببص لقيت فجأة في خلال 3 شهور السجن الحربي بقى مجمع صالات في 4 صالات. انا مش عايز اقول لك، انا حضرت بطولات عالم في ناس كانت بتقول لي من الاجانب، بيقول لي احنا لو عندنا صاله من دي نبقى ابطال عالم. فيعني هي مفخره فعلا حقيقي. وان شاء الله هنشوف الصالات الاخرى سواء في العاصمه الاداريه او المدينه الرياضيه في العاصمه الاداريه الجديده، هتبقى قصه وملحمه. طيب خلينا نتكلم على مشوار الاهلي في دوري الابطال، وده مشوار مهم جدا ويهم جماهير النادي الاهلي بالتاكيد. عندك ارقام واحصائيات عن مواجهات وتاريخ طبعا مواجهات الاهلي مع الفرق اللي معاه في المجموعه، بس خلينا دكتور طارق اسمح لنا نروح لفاصل سريع ونرجع نتكلم على مجموعه الاهلي في دوري ابطال افريقيا. يبقى دوري ابطال افريقيا زي ما قلت لحضراتكم المشوار الاطول والاصعب الموسم ده. صحيح كاس عالم انديه بطوله كلنا مستنيينها وان شاء الله نستمتع بيها، لكن المحك الرئيسي والماتشات الصعبه وبطوله النفس الطويل هي دوري ابطال افريقيا، خصوصا انك انت بتقابل ابطال القاره. سيبك بقى من فرقه كبيره وفرقه صغيره، سيبك بقى من مجموعه سهله ومجموعه صعبه. احنا استعرضنا مع حضراتكم المريخ، وده امبارح مريخ السوداني، والنهارده شفنا بروفايل عن مواجهات الاهلي مع فيتا كلوب. وخلونا نسمع بقى راي دكتور طارق الادور ضيفنا في السادسه اللي برحب بيه مره ثانيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. وطبعا بطوله مهمه جدا، اصبحت بطوله دوري ابطال افريقيا يعني هي بطوله جماهيريه. كان يعني زمان خالص كان بالنسبه للاهلي الدوري. أيوه. يعني لو خد كل حاجه وما خدش الدوري دي مشكله بالنسبه للنادي الاهلي يعني. أيوه. هو يعني بيلعب دايما على الدوري، الدوري ده كان هي البطوله الجماهيريه، البطوله المحببه للجمهور. لكن الفترة نقدر نقول القرن ال 21 ده من سنة 2000 لغاية النهاردة، الفترة دي حصل فيها متغيرات كبيرة جدا، لأن في مطلع القرن الأهلي ما كانش أكتر الأندية فوزا باللقب بالبطولة ديت، كان عنده في سجله بطولتين بس، 82 و أبطال دوري، أبطال دوري لكن عنده كان عنده معاهم أبطال كؤوس. لا بنتكلم على دوري أبطال هي اللي تمام. فكان عنده الشامبيونز ليج بعد كده بالظبط، فعنده 2 بس. القرن ده عمل نقله كبيره جدا من بدايته كده من 2001. هم العشره الاوائل فيه بصراحه هم البهاريس كلها صح ولا يا دكتور؟ العشره الاوائل كانوا سيطره شبه تامه من الاهلي على معظم الـ يعني كؤوس دوري ابطال افريقيا او بالظبط. 2001 خدها الاهلي. أيوة. و2005 و2006 و2008 بس برضه العقد الثاني ووصل للنهائي يعني 2007. 2007 يعني من 10 نهائيات وصل 5 مرات نهائي. لا وبعدين حتى العقد الثاني. أيوة. اللي هو من سنه 2011 لغايه 20. أيوة. ما الاهلي خد اللقب في 2012 و2013
وعشرين. صحيح. يعني خد ثلاث ألقاب برضه في العقد التاني. ووصل لاثنين نهائي قبل ما ياخد اللقب الثالث. يعني برضه وصل خمس مرات خد منهم ثلاث مرات. في نص الكونفدرالية ما تنساهاش. وفي أنا بتكلم برضه على دوري الأبطال. يعني يعني ما هو ما أنت لو اتكلمت هتتكلم على الدوري. ده الدوري من 2004 لغاية 2020 في 17 سنة الدوري كله خده الأهلي ما عدا مرة. صحيح. فدي يعني دي هي الاكتساح شبه كامل يعني. لكن يبقى برضو بقول تاني وبكرر ان دوري ابطال افريقيا لو جيت قبل الموسم اللي فات ده ما يبتدي كان بالنسبه للجماهير لاول مره في التاريخ مطلب تاريخي. لو انت قلت له اي واحد اي واحد اهلاوي في الشارع اي مدرب اي مسؤول حد من مجلس الاداره تاخد ايه في البطوله دي يقول لك الدوري. اول مره الجمهور كله والناس ومجلس الاداره كله مفيش كلمه الا دوري ابطال افريقيا. كان معاندنا اصله برضه بالظبط عشان طبعا خساره. فلدرجه ان انا كنت في ليله المباراه وكنا بنحلل تحليل محايد جدا لدوري ابطال افريقيا كنت مع الكابتن هاني رمزي ليله المباراه اللي هي الفاينل اللي هي الفاينل القضيه ممكن ليلتها بالظبط كنا قاعدين وانا حللت الزمالك والاهلي وايه الفنيات هنا اعلى وايه هنا اعلى وقلت ان في تقارب جدا وده ظهر في المباراه لغايه ما النادي الاهلي كسب بقدرات فرديه زي ما قلنا كده. لكن زي ما قلت ان البطوله افريقيا دي دوري ابطال افريقيا اصبحت هي نمره واحد بالنسبه لكل من له علاقه بالاهلي في السنه اللي فاتت دي. فبما ان الاهلي حقق اللقب التاسع كانت في لقطه طريفه جدا بعض اللعيبه هم خارجين على الجمهور القليل اللي كان حاضر النهائي اللي هو يوم 27/11 العشرة يا اهلي يعني هم بيسمعوا اللعيبه ويا داخله انت لسه ما خدتش نفسك من التاسعة فشوف يعني قد ايه الحماسه بتاعت الجمهور يقولوا لهم العشرة. فعشان كده البطوله دي ليها رونق خاص جدا عند جمهور خد بالك يا دكتور طارق انت في 2001 يعني لو اتكلمنا على الفئه الجديده بقى بتتكلم على اخر 20 سنه 2001 اللي اتولد في 2001 وبيشجع كره النهارده عنده 20 سنه ما شافش غير سيطره الاهلي على افريقيا فبالنسبه له انك تاخد بطوله افريقيه ده العادي وده الطبيعي ولما تتاخر شويه يقول لك هو في ايه؟ احنا ما بنكسبش بطوله افريقيا فاهم؟ في جيل جديد اتخلق ومع طبعا وفكره انه تم استحداث بقى بطوله يعني احنا زمان كنا بنلعب كاس افرو اسيويه بطل افريقيا لاعب بطل اسيا النهارده بقى في كاس عالم انديه بتروح بتشوف فرق كبيره بتلعب مع ريال مدريد وبايرن ميونخ كل ده الحقيقه برضو غير من ثقافه الجماهير شويه طبعا ما فيش شك البطولات بص نقل التلفزيوني قرب الدنيا جدا بقيت انت تقدر بمنتهى البساطه يعني انا كنت بكتب اخبار عن الفريق الاخير اللي هيوصل لكاس العالم الانديه سانتوس وبالميراس ومعاهم بوكا جونيورز وريفر بلات لا الناس اتفرجوا على اللعيبه يقول لك شفت اللعيب فلان الفلاني على السوشيال ميديا يعني الناس حفظت اسامي اللعيبه وعرفت مين هنا ومين هنا بيتكلموا على اسيا كل الناس متابعه نادي اولسان هيونداي فكل الناس بتتابع كل حاجه فارجع لدوري ابطال افريقيا دوري ابطال افريقيا السنه دي يعني دايما انت مع التصنيف اللي اتقال الاول بس انه الاهلي مجموعه سهله وفي مجموعات تانية صعبه والقرعه خدمت الاهلي ولا شايف انه البطوله بيبقى ليها بطوله دوري الابطال وخصوصا انه الفرقه اللي بتلعب الاهلي السنه دي يعني دايما الاهلي مرشح قوي للفوز بالبطوله لكن انت النهارده بتلعب حامل اللقب وبالتاكيد ده بيأثر في حساباتك طبعا ما فيش شك بص هقول لك على حاجه لازم اقول كلمه الاول هي اللي في الكوره كلمه الكوره ان انت بتقول توقعات وترشيحات ليس من خلال المستويات التاريخيه للفرقه دي يعني مش بعبر اقول ايه فيتا ده كان ايه ولا المريخ كان ايه ولا مثلا مازيمبي اللي في المجموعه الثانيه كان ايه لا انت بتتكلم على المستويات الحاليه تمام. المستوى الحالي للفرقه وضعها ايه في افريقيا في افريقيا متغيرات كتير جدا لكن يظل يبقى الاسماء الكبيره في افريقيا اللي هي بنسميها ايه التراديشنال فورسز او القوة التقليديه في القاره طبعا. اللي هي مثلا تقول الوداد والرجاء والترجي والاهلي والزمالك ومازيمبي وصن داونز اللي هي الفرق اللي دايما موجوده حتى لو وحشه موجوده أيوه. اما في بعض فرق بقى تظهر وبعدين تلاقيها تختفي تماما تروح خالص ادراج الرياح وبعدين ترجع تاني بقى بعد سنين أيوه. يعني فين كانوا نيويندي فين هافيا كوناكو فين عشان دي كوتوكو خرج من البطوله أيوة. يعني فين الاسماء دي اللي كنت بتشوف كوتوكو ده موجود على ورجاء طول رجاء خرج كمان من النسخه دي رجاء طبعا بس ايه بتحصل استثناءات لكن أيوة. انا بتكلم ايه في قوه تقليديه أيوة. دي ما بتتغيرش مع الزمن وفي قوه
بتختفي خالص ويظهر مكانها قوة تانية. كنا بنسمع عن هارتسفوك اختفى، كوتوكو اختفى، صحيح عافية كوناكري خد البطولة. ده أول فريق يحتفظ باللقب مدى الحياة. أما خدوا 72 و75 و77 بعد 77 اختفى، يعني فريق خد ثلاث مرات. ففي فرق كتير اختفت، كانون ياوندي بتبقى فين؟ طفره وتنتهي يونيون دوالا يعني فرق كتير جدا. فيبقى الامر ايه؟ اما بنقول الترشيحات دلوقتي بنقولها من خلال المستويات الحاليه. من خلال المستويات الحاليه الاهلي وقع ربما في اضعف مجموعه، تمام. ممكن اما تنطلق المباريات تلاقي شكل تاني، بس فعلا الاهلي وقع في مجموعه في المتناول. بالصدفه بقى التلات فرق اللي وقعوا مع الاهلي هما الفريق الثاني في دولته. يعني ايه؟ المريخ ورا الهلال. المريخ ورا الهلال في الالقاب. تلاقي مثلا ايه؟ المريخ خد الهلال خد 27 دوري، المريخ 21. تلاقي الفرق الضئيل جدا بين سيمبا وبين يانج افريكانز. دول اقرب فريقين في التنافس على دوري في افريقيا. تمام. تخيل يعني الفرق بينهم بسيطه يعني. يعني ده 21 لقب وده 22 لقب. يعني يانج افريكانز وسيمبا ده 21 لقب وده 22 لقب. شوف فرق لقب واحد. بينما مثلا مازيمبي وفيتا برضو 14 لقب ل 17 فرق ثلاث القاب. فيتا في المركز الثاني فيتا الثاني ومازيمبي وفيتا الثاني بعد مازيمبي، والمريخ الثاني بعد الهلال، وبرضو نفس الكلام سيمبا بعد يانج افريكانز بفارق لقب. مين المنافس المباشر للاهلي في المجموعه ومين المنافس المباشر للاهلي على البطوله من وجهه نظرك؟ بص بالنسبه يعني للمجموعه ما تخطينا ان شاء الله طبعا بالنسبه للمجموعه ان شاء الله يعني هو الاهلي وفيتا كلاب هم الاقرب للتاهل. تمام. لان المريخ ليس في افضل حالاته دلوقتي، رغم ان المريخ ده خد كاس كؤوس قبل كده سنه 89، رغم انه وصل لنهائي الكونفدراليه، رغم ان المريخ كان موجود في نسخ كتيره على مستوى المنافسه، حتى لو كانت الكونفدراليه في 2007 وصل نهائي. يعني موجود في ساحه المنافسه دايما، لكن مستواه دلوقتي لا يؤهله ان هو لا يطلع ولا ينافس في قادم المسابقات، يعني طيب. في دور الثمانيه وكده. انه ضربه البدايه بالنسبه للاهلي الى حد ما هتكون سهله نسبيا، خصوصا ان المباراه هتكون هنا في القاهرة. الميزة عند الأهلي ميزتين. أولا أنه بيلاعب فريق مش هو الفريق القمي في بلاده. زي ما قلنا التلات فرق هم التاني في المستوى. بعد فريق بيفوز بالألقاب عنده أكتر في بلده. لكن في حاجة تانية كمان، تسلسل المباريات ده مهم جدا. في مدربين ما يهموش يقع مع مين قد ما يهمه تسلسل المباريات. الفرقه مثلا اللي جايه باديه موسم جديد، يقول لك اما اقع في الاول كده اول ماتش مثلا يكون الاهلي مع مازيمبي ولا الزمالك مع سان داونز، بتبقى الموقف صعب جدا. بتلاقي صعب جدا انك تواجه فريق تقيل. فانا شايف ان تسلسل المباريات يخدم الاهلي. اول ماتش المريخ وفي القاهره. يبقى اذا ان شاء الله ثلاث نقاط تبقى سهل ان انت توصل ليه ان شاء الله. تاني ماتش بره ملعبك مع سيمبا، وسيمبا بره ملعب الاهلي يعني المواجهه الوحيده، يمكن خسر هناك 2-1 او اتعادل وجه فاز 2-1 في القاهره. فيعني ما خسرش بره في ملعب سيمبا. فسيمبا مش من الفرق الثقيله على ملعبها، يعني ممكن الاهلي يتجاوزه كمان، ممكن يكسبه. يجي الجولتين الثالثه والرابعه مع فيتا، هيكون الاول هنا فيتا هنا الاول وفيتا بره. يبقى اذا انت الاهلي بيلعب ماتشين من الثلاثه اللي في الدور الاول في ملعبه على أرض. وسهل ان هو ياخد منهم من الست نقاط. تمام. والعوده حتى هيلعب مع فيتا الاول بره ملعبه، وبعدين المريخ مع المريخ بره في السودان، واخر ينهي في القاهره. يبقى هيبتدي في القاهره وينهي في القاهره. يبقى اذا دي كلها عوامل بتخلي النادي الاهلي مرشح للفوز ان شاء الله. اقوى مجموعه من وجهه نظري انا على الاطلاق هي المجموعه الثانيه اللي فيها مازيمبي. طبعا مازيمبي موجود على الساحه وفاز باللقب في اخر 10 سنوات طبعًا. موجود ومرشح بقوه. وسان داونز اللي خد اللقب لسه لغايه 2016 خد اللقب. وموجود في ادوار متقدمه في النسخ اللي بعد كده. وفي ايضا الهلال السوداني اللي هو افضل من المريخ. الهلال دايما من الفرق الرزله جدا في افريقيا وارهقنا الحقيقه في بالزبط. النسخه لو تفتكر 1-1 بصعوبه ومباراه مجدي قفشه، وكان مباراه كان لازم الاهلي ما يخسرش. لو كان خسر كان شوف اللقب اللي خده ما كان طلع وصل من المجموعات. واخيرا بقى بلوزداد. شباب بلوزداد كفريق شمال افريقي طبعا فريق تقيل برضو. فدي المجموعه الاصعب الناريه. مجموعه الزمالك الثانيه في القوه ويزيد من قوتها ان هي ثلاث فرق من شمال افريقيا.
دايما ماتشات شمال افريقيا بيبقى يعني ارزل شويه، ليها عبء شويه. غير الكوره في حته تانية نفسيه كده بتبقى. طب شايف مين الفرق اللي هتنافس الاهلي في دوري ابطال السنه دي؟ يعني مين الفرق المرشحه من وجهه نظرك للحصول على اللقب؟ انا هقول لك اربع انديه، هي الاربع انديه دي في محيط المنافسه على اللقب دوري ابطال افريقيا السنه دي. الاهلي والزمالك طبعا من مصر طرفي النهائي الاخير، وهم اللي يعني اقدر فرق بخبرات اللعيبه اللي عندهم ان هم يكملوا في البطوله. أيوة. للاهلي والزمالك بعديهم من وجهه نظري انا مازيمبي وصن داونز. مش كده قلت لك المجموعه الثانيه صعبه لان فيها الاثنين، مازيمبي وصن داونز، وفي الغالب الاثنين هيطلعوا من المجموعه ديت. دول الاربع فرق اللي انا من وجهه نظري الاقرب للمنافسه الحقيقيه على دوري ابطال افريقيا السنه دي. ممكن نشوف اهلي وزمالك تاني في النهائي؟ ممكن طبعا، ممكن طبعا، ما لم يجوا في مرحله مبكره. كان ممكن يجوا في مجموعه واحده لان الاهلي كان في المستوى الاول فكان راس مجموعه والمستوى في الثاني، نفدوا من انهم يبقوا في مجموعه واحده. لكن وارد جدا القرعه بتبقى مفتوحه في دور الثمانيه، فممكن جدا اول اي مجموعه يلعب اي ثاني مجموعه، فممكن في هذه الحاله الاهلي والزمالك يلتقوا بدايه من دور الثمانيه. ممكن حتى لو ما التقوش في دور الثمانيه يلتقوا في الدور قبل النهائي. أيوة. يعني ممكن يلتقوا في الدور قبل دور الثمانيه او قبل النهائي او النهائي زي السنه دي. وارد السنه دي وارد. بالظبط. طيب نتمنى يكون نهائي ثاني يعني. نتمنى طبعا شيء يفرح مصريين كلهم طبعاً. انه برضه لثاني مره على التوالي يكون، ونتمنى برضه النهائي يكون احمر واهلاوي في النهائي. خليني اروح معاك شويه للدوري السنه دي. والدوري السنه دي كتير من التوقعات والبدايات اعتقد برضو اكدت التوقعات دي انه يبدو انه دوري مختلف. دوري غني، دوري دسم، دوري هنشوف فيه منافسه، دوري هنشوف فيه اكتر من فريق بصرف النظر عن منافسه على اللقب، لكن اكتر فريق هيقدم ماتشات كويسه وبالتالي تبقى فيه ماتشات صعبه. ما نشوفش الاريحيه الكبيره للاسماء اللي تعودنا عليها بتكسب طول الوقت. شفنا حتى الفرق اللي بتطلع من الدرجه الاولى بتقدم عروض كويسه، ويمكن منها البنك الاهلي ومنها كليوباترا، وبرده الغزل يعني ما اقدرش اقول انه الغزل ما قدمش اوراق اعتماده، لا الحقيقه برده عنده فرقه محترمه. رؤيتك للدوري ايه السنه دي وشايف ازاي في شكل المنافسه؟ بص، هو اكتر حاجه بتديك انطباع ان دوري السنه دي مختلف خالص عن الدوريات اللي فاتت هو المنافسه، تواجد الفرق اللي هي المستوى الحقيقي، ده نمره واحد. نمره اتنين، ان انت لا يمكن لو فريق الاخير دلوقتي بيلعب الاول لا يمكن تتوقع نتيجه. ممكن المباراه تبقى صعبه جدا على الاول الدوري وهو بيلعب الاخير. ممكن تبقى فريق الثالث مثلا بيلعب فريق من المهددين بالهبوط، ورغم ذلك تيجي مباراه فيها منافسه قويه جدا. فمن الصعب جدا التوقع لاي شيء في الدوري ده بالذات، لان انا كنت بشوف ودي وانا بقولها لك مثلا واحنا في قناه الاهلي، الدوري المصري من كتر اكتساح الاهلي ليه اصبح بطوله غير صحيه، يعني بطوله يعني مش غير صحيه يعني، يعني بطوله ان لما تقول ان 70% من الالقاب لفريق واحد. دي في البطوله ما فيهاش تنافس خالص، حتى صاحب اللقب او جماهير صاحب اللقب فقدت يعني مش عايز اقول استمتاعها، فقدت الاحساس بلذه البطوله. الشيء برضو لما بيبقى متاح طول الوقت قدامك انت غصب عنك مش عايز بقى يعني بقى بطل على النعمه، لكن يعني النهارده الاهلاوي لما بياخد الدوري ما بيبقاش فرحان قوي. لو جه حد من اي فريق تاني مش هقول اسماء عشان ما حدش يزعل، بس فرقه بقى لها 50 سنه ما خدتش الدوري فازت بلقب واحد هتتقلب الدنيا مقلوبه. انت بتقول حاجه انا يعني عشتها بنفسي، كنت انا بعلق على مباراه الاهلي وسموحه اللي هي كانت المباراه الفاصله في الدوره الرباعيه بتاعه 2014. موسم 2013 2014 هو الموسم الوحيد في السنوات الاخيره كلها اللي كان فيه دوره رباعيه نهائيه. أيه. لتحديد بطل الدوري. الاهلي بقى كان واخد الدوري من 2004 لغايه السنه دي. الاهلي بس هو اللي موجود على الساحه، حتى لما المسابقه اتلغت مرتين كان الاهلي هو اللي متصدر مجموعته، وكان الاهلي هو اللي موجود في الدوره الرباعيه اللي المفترض انها كانت تتلعب. فالاهلي اتعادل مع سموحه وخد الدوري. انا كنت بعلق على المباراه، راجع بقى من الملعب وسايق العربيه ابص كده حواليا ان انا الاقي اي معالم لفرحه ما فيش خالص. خالص خالص بالمره بقى العادي. تعالى بقى بص على لما الاهلي فقد الدوري 2014 2015 2015 2016 لما الاهلي رجع الدوري تاني وخد الدوري الدنيا اتقلبت والجمهور في الشوارع وبتاع، لانك انت خسرت فقط اللقب مره فقدته. بالظبط. وبعدين شوف السنه الموسم اللي هو اللي قبل اللي فات. لان اللي فات ده الاهلي خلصه قبليها بثلاث شهور. الموسم اللي قبل اللي فات اما كان الزمالك متقدم ب 28 نقطه والاهلي عمل اوفرلاب
وكسب الدوري كمان بفرق 8 نقاط، بس كان لغايه اللحظات الاخيره لغايه ما كاس الامم خلصت كان فرق نقطه، يعني ده يكسب او ده يكسب. والاهلي يكسب الدوري بفارق 8 نقاط ويعوض الفريق الرهيب ده، شوف فرحه جمهور الاهلي لانه حس، قال لك الذ دوري في القرن العشرين ال 21. متعه المنافسه بتدي قيمه للشيء، يعني بالزبط. لما تبقى حاسم البطوله من بدري وحاسس انك انت تغرد خارج السرب زي ما بيقولوا، حتى وان حققت البطوله الى حد ما استمتاعك ولذه الاحساس بالانجاز بتبقى مش زي لما يكون في حاله الصراع وحاله انك تحس انه الامل بعيد جدا وانك تيجي من مكان متاخر جدا تعمل الانجاز ده وتوصل للحظه التتويج، بالتاكيد احساسك بيها بيبقى مختلف يا دكتور طارق. طبعا طبعا مفيش شك، ده اللي انا بقول لك عليه. عشان كده متوقع السنه دي يبقى فيه سخونه. هي دي يعني السنه دي اللي هيفوز بالدوري، واحنا لسه بنتكلم بدري قوي يعني، اللي هيفوز بالدوري هيبقى فريق هيتبسط جدا، هيفرح جدا. حتى الاهلي لو فاز بالدوري الصعب ده هيبقى جمهوره فرحان اكتر مثلا من دوري السنه اللي فاتت. اللي هو كنا بنتكلم سبع اسابيع وكان قبلها حتى يعني ده كان الكورونا جت قبل نص الدوري. وكما لو كان الناس اللي كانت مش عايزه الدوري يرجع عشان الاهلي ما يفوزش بيه، كما لو كان الاهلي فاز بالدوري وكان كنا في الاسبوع 16. هو الاحتمال الاكبر انه الدوري ده لو ما كانش كمل لا الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز كانوا وصلوا نهائيات. مظبوط، هو ده الكلام اللي انا قلته، الكلام ده اللي انا قلته هنا في قناه الاهلي، قلت ان عوده الدوري هي اللي خلت الزمالك يعود بهذه القوه ويفوز لقاء ذهاب وعوده على الرجاء، خلي الاهلي يفوز ذهاب وعوده على الوداد، خلي الاهلي والزمالك يوصلوا النهائي الافريقي، خلي الاهلي والزمالك يبتدوا البدايه دي. حتى بدايه الدوري السنه دي مختلفه عن السنوات اللي فاتت، تحس ان بدايه الدوري كده مستوى اكننا في نص الموسم مش زي البدايات. صحيح. بمناسبه كلامك عن فرحه الجماهير، تسمح لي اطلع بره المسابقات والكوره شويه واخد رايك انت. طبعا بتتكلم كوره وبتكتب كوره وبتعلق كوره بقالك فتره طويله وشاهد على عصور كتيره جدا وشاهد على انجازات كتيره، وبالتاكيد تقدر تقيم وترصد ايه اللي حصل للجماهير. يعني انا بشوف انه طبعا السنوات الاخيره لاسباب كتيره مختلفه فضيت المدرجات، وبالتالي ما بقاش عند الجمهور اللي بيحب اللعبه وبيحب فرقه المساحه والمتنفس انه يشجع وانه يكون موجود في المدرج وانه يعبر عن نفسه ويعبر عن رايه. واتنقلت المساحه دي اكتر لمساحات السوشيال ميديا، وما ادراك ما السوشيال ميديا، انت عارف بقى ركوب الترند وعارف حرب الاشاعات وعارف الحرب النفسيه. من وجهه نظرك ده ازاي اثر في جمهور الكوره؟ ده موضوع كبير قوي، يعني عارف عايز 3 ايام تقعد تتكلم فيه. بس احنا لما نيجي نتكلم على الموضوع ده من بره كده، السبب الاساسي في المشكله عدم حضور الجماهير للملعب. لان مهما كان الجمهور بيفرغ طاقته في الملعب وخلاص خلصت الماتش، فرغ طاقته بقى، روح بقى مبسوط او زعلان ايا كان، خلاص خلصت الليله. لكن انت قاعد بتتفرج جنبك كوبايه الشاي وعلى التلفزيون ولا قاعد، فالدنيا مكمله معاك بقى. يعني الدنيا خلصت وانت ما طلعتش الطاقه بتاعتك لانك انت قاعد في البيت على الكنبه كده مقدوع. غير زمان انا كنت بقول زمان بعض المشجعين كان بيبذل مجهود اكتر من اللعيبه اللي في الملعب. فعلا الجمهور كان بيشجع وطاقاته كلها بتطلع، ودي على فكره من ضمن الحاجات الاهم عناصر الرياضه. ان انت الجمهور اللي رايح بيشجع ده بيطلع الطاقات السلبيه اللي جواه، بدل ما يقعد على قهوه ويشرب حاجه. بدل ما يروح في حته يعمل حاجه والله، وبيطلع الطاقات الايجابيه اللي جوه اللعيبه نفسهم كمان يا دكتور. مظبوط. فاختل ميزان، خلي بالك برضو الجمهور هو قاعد شايف في الملعب، حتى هو شايف اللعيبه مع بعضها، غير لما هو باصص على التلفزيون كده شايف المخرج مثلا اللي مش ذكي قوي اللي يجيب لك لقطه ده بينغز ده وده بيعمل ده، فبتصير التعصب. وكمان الكلمه واحده ممكن تقلب المواجع وتزيد التعصب وتقلب السوشيال ميديا كله والكلام ده اللي انت لسه بتقوله. لان السوشيال ميديا كلها عمرها اصلا في عالم الرياضه العشر سنين الاخيره. ففي العشر سنين الاخيره مفيش جمهور وفي سوشيال ميديا، فالحاجتين واحده سلبيه واحده سلبيه برضو. يعني واحده سلبيه انه مفيش جمهور، واحده سلبيه ان دخل لنا غول اسمه السوشيال ميديا. صحيح. ودخل دمر الدنيا كلها. صحيح. فطبعا ده لا شك غير تماما في مفهوم الرياضه حتى عند الناس. يعني انا افتكر وانا صغير كده كنت بروح كل الماتشات، ماتشات المنتخب، بس انت داخل شايف الناس وهي داخله وشايف الاعلام وشايف الناس وهي بتحب بعضها وشايف الناس وهي بيجيب سندوتش كده هياكله، ده غير خالص وانت قاعد في البيت وطاقتك ما خرجتش فبتطلعها
في الحاجات السلبيه اللي بتظهر على السوشيال. صحيح والله ده محتاج يتناقش، بس انا اهم حاجه اقول برضو للناس انه موضوعاتنا النهارده اللي طرحناها مع دكتور طارق كانت كتيره جدا في وسط ما احنا الحقيقه يمكن في زحمه احداث رياضيه مهمه جدا، سواء الاهلي في بطوله دوري الابطال او في كاس العالم للانديه او استضافه مصر لكاس العالم لكره اليد. كان نفسي جدا وقلت له ده على فكره في بدايه الحلقه انه اكلمه في واحد من اهم المحاور، بس هو وعدني نعمل لها حلقه مخصصه وهي التعليق الرياضي. ان شاء الله يكون لنا الحظ ويكون لنا فرصه لقائك مره ثانيه دكتور طارق نتكلم فيها. انت واحد طبعا من اكثر المعلقين الرياضيين تميزا، ودي حاجه احنا للاسف شديد جدا او بيتهيألي يمكن الاجيال الجديده تكون حاسه بيها مفتقدينها الى حد كبير في ظل برضو الـ 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 العولمه وفي ظل الفضائيات العربيه. بقينا بنسمع مدارس كتيره جدا والى حد ما تراجع مش عارف ليه المعلق المصري، لكن يهمني اتكلم معاك في ده لان في اصول محتاجين نقدمها للناس وفي قواعد اعتقد انه شئنا ما بينا لابد انها يعني يجب اتباعها في المجال ده. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا دكتور طارق. الله يخليك، متشكرين جدا وكل التوفيق للنادي الاهلي السنه دي، كل الانديه المصريه في البطولات الدوليه سواء الزمالك او بيراميدز او الاسماعيلي النهارده في البطوله العربيه. ان شاء الله باذن الله. مره ثانيه بكرر شكري وتقديري جدا لوقتك اللي قضيته معانا النهارده، وان شاء الله نتقابل قريب في السادسه. شكرا لك. شكرا لحضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله هنتابع معاكم ماتش الاهلي والإنتاج الحربي. إن شاء الله يكون لقاء ممتع لكل جماهير نادي الأهلي اللي بتوحشها فرقتها من مباراة لمباراة، ونرجع نقابل حضراتكم بحلقة جديدة إن شاء الله، والسادسة تحياتي ليكم.